أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله، يقول في الآية الكريمة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ما معناه: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هل معنى ذلك إذا أذهبنا الله عز وجل لا نبعث يوم القيامة ولا نحاسب، أم كيف يكون التفسير لهذه الآيات وهذا الحديث؟ تفسير لهذه الآيات التحذير من التساهل في طاعة الله سبحانه وتعالى، والتساهل في فعل المحرمات، التساهل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الله هدد العباد أنهم إذا لم يقوموا بما أوجب الله عليهم، فإن الله قادر على أن يهلكهم ويأتي بقوم خير منهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأما الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون يغفر لهم، هذا الشرط ويستغفرون، وذلك ليظهر فضل الله سبحانه وتعالى ويظهر أثر اسمه الغفار والغفور. هذا فيه بيان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، وأنه يحب منهم أن يتوبوا إليه وأن يستغفروه. ولو لم تحصل ذنوب ما حصل هذا الفضل العظيم وهذا التفضل من الله سبحانه وتعالى، لتظهر آثار أسمائه وصفاته. يظهر آثار الانتقام من العصاة، ويظهر آثار المغفرة للتائبين، ويظهر آثار الإجابة للسائلين، غير ذلك. نعم.